حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعرف ونثبت تعريف الطوابع الكامل اللي بي بي 215X من خلال الكابل يو سي بي ومن خلال الراوتر الواي فاي باستخدام الكمبيوتر او اللابتوب، وهي هي نفس الخطوات للطوابع الكامل اللي بي بي 228X. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نثبت تعريف الطوابع الكانون LBB 215X من خلال الكابل USB ومن خلال الراوتر الواي فاي اذا كان كمبيوتر او لابتوب، وان شاء الله الحلقة تنال اعجابكم. واول فقرة هنبدأ بيها وهي فقرة تعريف الطوابع من خلال الكابل USB. فيلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض، فيلا بينا. فمبدئيا كده انا هسيب لكم رابط تحت الفيديو، هتلاقيه في خانة الوصف او ممكن تلاقيه في اول تعليق، لمجرد انك تضغط عليه هيحولك لصفحة الكانون الرسمية عشان تقدر تحمل وتثبت تعريف الطوابع، وهيفتح لك بالشكل ده. هننزل تحت شوية كده ونختار UFR2 كده، ثم ننزل تحت شوية كمان كده ونختار داونلود، ثم هنختار داونلود مرة أخرى عشان نقدر نحمل تعريف الطوابع، وبتنتظر لحد ما يتم تحميل التعريف. وبعد اكتمال تحميل التعريف هنقفل الصفحة دي كلها، مش محتاجينها تاني خلاص كده، تمام. ونيجي عند ماي زي بي سي او ماي كمبيوتر اللي عندك، نفتحها ونخش على الداونلودز او التحميلات، هنلاقي التعريف بتاعنا ظهر بالشكل ده، كليك يمين عليها ونختار اوبن بالشكل ده، ثم نختار يس، ثم بننتظر لحد ما يفك ضغط تعريف الطوابع. بعد كده هيظهر لك بالشكل ده ملف كده لونه اصفر، بنخش عادي جدا كده، ثم بنخش على 64 بت، ثم بنختار الاختيار اللي قبل الاخير وهو السيت اب، ثم نختار يس. بعد كده بيظهر لك القائمه اللي قدامك دي، دي لانجويج اللي هي اللغه، ودي خاصه بلغه التعريف والاعدادات والخطوات اللي احنا هنمشي عليها، فانا هختار اللغه العربيه عشان الموضوع يبقى سهل معايا، اهي العربيه. ثم نختار نيكست، ثم نختار نعم، ثم نختار اتصال USB، يعني هنوصل من خلال الكابل USB، ثم نختار التالي، ثم نختار يس. ودلوقتي بيطلب منك توصيل الكابل USB الواصل بين الطوابع والكمبيوتر او الطوابع واللابتوب، وبتنتظر بس بعد دقائق لحد ما التعريف يقرا ان الطوابع اتوصلت، وبعد كده هيظهر لك القائمه اللي قدامك دي، اول ما يقرا ان الطوابع اتوصلت بالكابل USB هتعمل خروج. وبكده تم تثبيت تعريف الطوابع من خلال الكابل USB. ودلوقتي وصلنا مع بعض للفقره الثانيه وهي خطوات تثبيت الطوابع من خلال الراوتر الواي فاي. اول حاجه هنروح للطوابع ونظبط شويه اعدادات كده عشان نقدر نربط الطوابع بالراوتر، والخطوات كالتالي: اول حاجه هنختار القائمه، ثم نختار التفضيلات، ثم نختار الشبكه، هيطلب منك معرف مدير النظام ورقم البن. معرف مدير النظام من 7 لـ1 عد تنازلي زي ما انتم شايفين كده، وكمان رقم البن من 7 لـ1 عد تنازلي. بعد كده هنتك على تسجيل دخول، فلو انت مش عارف رقم معرف مدير النظام ورقم البن او انت كتبتهم وطلعوا غلط، فانا سايب لك رابط تحت الفيديو في خانه الوصف، الرابط ده هيعلمك ازاي تعمل اعاده ضبط مصنع للطوابع عشان تقدر تعدي الخطوه دي. ثم بنختار تاني اختيار اعاده اللان اللاسلكيه، ثم بنختار نعم، تم تكوين الاعداد، هنضغط على اوكي، ثم نختار اول اختيار اعدادات الاس اس اي دي، وهنا بيظهر لك اختيارين، اختيار تحديد نقطة الوصول والاختيار التاني ادخال يدوي. تحديد نقطة الوصول ده لو انت عامل الراوتر الواي فاي بتاعك مرئي، يعني اي حد بيبحث وبيلاقي اسم الشبكة، لكن اختيار ادخال يدوي ده بتختاره في حالة انك عامل الشبكة مخفية، يعني لو بحثت في الموبايل ما تلاقيهاش، فبالتالي بتختار ادخال يدوي وبتدخل اسم الراوتر وكلمة المرور، وطبعا الراوتر بتاعي انا عامله مرئي، فهختار تحديد نقطة الوصول، وهنا بيبحث على الشبكات اللي موجودة عندك. انا الراوتر بتاعي اول واحد، بتقدر تبحث على شبكه بالطريقه ديت، فانا هختار الشبكه بتاعتي وهختار التالي، ثم نختار اوكي، وهنا بيقول لك دخل كلمه المرور الراوتر الواي فاي، مع العلم ان زر السهم ده بيحول الحروف من كابيتال لسمول او من سمول لكابيتال، فانا هدخل كلمه المرور دلوقتي حالا. وبعد ما دخلت كلمه المرور بختار تطبيق، ثم نختار نعم،
وهنا بيقول لك جاء الاتصال، بتنتظر لحد ما يقول لك تم الاتصال، او زي ما انتم شايفين بيقول لك تم الاتصال، هنتك على اغلاق ثم نختار المنزل. وبعد كده هيظهر لك هنا على شاشه الطوابع علامه تردد، العلامه دي معناه ان الطوابع اتوصلت بالراوتر الواي فاي بنجاح. في خطوه مهمه جدا لازم نعملها عشان نقدر نحول الاي بي من اوتوماتيك اللي هو التلقائي الى يدوي اللي هو المانوال، والخطوه دي مهمه جدا لازم تعملها. هنختار القائمه، ثم نختار التفضيلات، ثم نختار الشبكه، وبتدخل معرف مدير النظام عادي جدا اهوت، ورقم البن ايضا زيه بالظبط، وبتختار تسجيل دخول، بتختار خامس اختيار اعداد تي سي بي اي بي، بتختار اول اختيار اي بي في 4، بتختار اول اختيار اعداد عنوان اي بي، وبعد كده بنختار اول اختيار اكتساب تلقائي تشغيل، وبنخليها ايقاف بالطريقه دي، ثم بنختار تطبيق، ثم اوكي. تمام، بعد كده هنطفي الطوابع عادي جدا من زر التشغيل بتاعها، وبتنتظر لحد ما تنطفي، وبعد كده بنرجع نشغل الطوابع من زر التشغيل عادي جدا. طب دلوقتي انا عايز اعرف ايه اللي احنا عملناه. كل اللي عملناه ان احنا حولنا الاي بي من اوتوماتيك لمانوال، عشان لما الكهرباء تقطع عندك او الراوتر تطفيه وتولعه كل شويه هتلاقي رقم الاي بي بيتغير، وكل شويه هتقعد تضيف الطوابع، لكن لما انا حولته لمانوال فبالتالي رقم الاي بي مش هيتغير نهائيا، وبتنتظر لحد علامه التردد دي تظهر على شاشه الطوابع. ودلوقتي هنرجع لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونثبت تعريف الطوابع من خلال الراوتر الواي فاي، فيلا بينا. ودلوقتي هندخل تاني على نفس الخطوات بالظبط، هنختار سيت اب اللي هي الاختيار اللي قبل الاخير، ثم نختار يس، ثم نختار اللغه بتاعتنا اللي هي اللغه العربيه او اللغه اللي انت عاوزها، ثم نيكست، ثم نعم، ثم المره دي هنسيب الاختيار على قياسيه كده ونختار التالي، ثم نختار التالي. وهنا بتبحث على الطبعه بتاعتك اللي موجوده في الشبكه، واول ما تلاقيها هنشوف الخطوات هنعملها ازاي مع بعض. اهو زي ما انتم شايفين الطبعه بتاعتنا ظهرت في الشبكه ايه؟ ال بي بي 215، هنختار عادي جدا كده. طبعا انا عندي اكتر من جهاز على الشبكه، فانت بيجي لك اختيار واحد بس، فبتعمل صحي كده ونختار التالي، ثم نختار بدء، وبتنتظر لحد ما يتم تثبيت تعريف الطوابع. والخطوه دي انا هجريها شويه عشان ممكن تطول معايا، وده بيعتمد على حسب امكانيات الجهاز اللي انت بتثبت عليه تعريف الطوابع، يعني لو امكانياته قليله او ضعيفه فممكن تطول معاك، لكن لو امكانياته سريعه والويندوز سريع فالخطوه دي مش هتاخد معاك دقيقه بالظبط، فانا هجريها عشان ما تطولش من الفيديو بس. بعد كده بيظهر لك الخطوه اللي قدامك دي، هنشيل الصح دي كده تمام، ونعمل خروج، ثم نختار نو مش يس. وبكده ثبتنا تعريف الطوابع مره من خلال الكابل اليو سي بي ومره من خلال الراوتر الواي فاي. دلوقتي عاوز افرق ما بينهم لاني عرفتها مرتين، عاوز لما اجي اطبع ابقى عارف ان هي دلوقتي بتطبع من الراوتر ولا بتطبع من الكابل. الموضوع بسيط جدا، هنيجي عند سطح المكتب هنا وهنختار كنترول بانل، ولو ما نتهاش ممكن تعمل سيرش وتبحث عليه عادي جدا تمام، هنختار عادي جدا كده، ثم نختار فيو ديفايس اند برينترز. هتلاقي هنا الطبعه متعرفه مرتين تمام، انهي واحده متعرفه من الكابل وانهي واحده متعرفه من الراوتر الواي فاي. الموضوع بسيط، هنشيل الكابل اللي احنا موصلينه بالطبعه او بالراوتر، نخلعه كده من الكمبيوتر افضل تمام. هتلاقي دي انطفت كده، هتلاحظ ان دي انطفت، لو ركبناها مره ثانيه كده حاليا اشتغلت، يبقى دي من خلال الكابل اليو اس بي. طب عاوزين نتاكد اكتر، كليك يمين عليها نختار برينتر بروبرتيز تمام، ونيجي هنا عند بورتس هتلاقي مكتوب يو اس بي، يعني دي متعرفه من خلال الكابل اليو اس بي. هنروح عند جنرال كده ونمسح الكلام اللي بالازرق ده كله كده ونكتب من خلال كابل اليو اس بي تمام، ونعمل اوكي، ثم نرجع لها مره اخرى كليك يمين عليها ونختار برينتنج بريفرنسز بالطريقه دي، هتلاحظ الاسم اتغير اهوت. ونيجي هنا عند كولر مود نخليها بلاك اند وايت افضل عشان تبقى اسرع، وتو سايد نحولها وان سايد، وبيج سايز نخليها اي 4، واوت بوت سايز نخليها اي 4، وبيبر سورس نخليها دراور 1، ثم ابلاي، ثم اوكي. ودي من خلال الراوتر الواي فاي. طب عايزين نتاكد برضو ان هي من الراوتر الواي فاي، كليك يمين عليها كده، بعد كده بنختار برينتر بروبرتيز ونيجي عند بورتس هنا، ننزل تحت تمام كده، نعمل كده هنلاقي الطبعه بتاعتنا اخد رقم الاي بي اللي موجود في الطبعه، ثم نختار جنرال ونمسح بالطريقه دي ونكتب من خلال الراوتر الواي فاي، ثم نختار اوكي. نرجع لها مره ثانيه، كليك يمين برينتنج بريفرنسز، حتى الكلام اتغير اهوت، ونختار دي الطباعه الوجه واحد، ونختار دي اي 4 ودي متظبطه على A4، ومصدر الورق نختارها كده ونختار الدرج واحد اهي،
ثم ابلاي ثم اوكي. وبكده اثناء الطباعه او قبل الطباعه هتقدر تختار انك تطبع من خلال الراوتر الواي فاي ولا تطبع من خلال الكابل اليو سي بي. الموضوع بسيط كده. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى انه نال اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طباعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.